مساءكم سعيد متابعينا الكرام في عدد جديد من فقرة تدبيرة في دقيقة، رايحين نتناولوا طريقة تنظيف وتعطير الثلاجة بطريقة جديدة. أول شيء رايحين نحتاجوا بخاخ، رايحين نديروا فيه ملعقة كبيرة معجون الأسنان، عصير زوج حبات ليمون، ملعقتين كبار خل أبيض، وزوج كيسان ماء يكونوا سخونين. راح نخلطوا المكونات تاعنا جيدا، نرشوا رفوف الثلاجة وراح نمسحوا بمنشفة تكون نظيفة وناشفة، وبهذا الطريقة راح نتحصلوا على ثلاجة نظيفة بدون روائح كريهة ومعقمة. كانت هذه تطبيقنا لنهار اليوم، نتلاقاو في أعداد لاحقة بإذن الله.